في هذه الأيام كثر الحديث عن اتفاقية صنعها الكفار عام 79 من القرن المنصرم، وهي اتفاقية سيداو. وهذه الاتفاقية تنادي بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، فلا فرق أبدا بين رجل وامرأة، وهي تريد أن تغير أعراف الناس وقيمهم وقوانينهم بما يطابقها. وقعت على هذه الاتفاقية دول العرب إلا قليلة، قيل إنها دولة السودان لم توقع بعد، ووقعت عليها السلطة الفلسطينية، انضمت إلى ميزان المساواة المطلقة والتحرر المطلق الذي يريده الكفار للمرأة. الله أذن لمحمد أن يتزوج أمنا عائشة وهي ابنة تسع، تزوجها وهي ابنة تسع سنوات. هذا رسول الله، هذا الرسول لا نرضى عمله، لقد عمل عملا ينافي المعايير الدولية، يغضب الأمم المتحدة. الزواج الذي رضيه الله عليه علامات في أجساد النساء والرجال، فإذا ما خاضت المرأة يخلق الله فيها كل شهر بويضة، هذه البويضة تنتظر حملا، تنتظر حملا، فإذا لم يحدث الحمل حاضت، لأن الحمل قد فشل. يعني ربنا يقول هذه امرأة جاهزة للزواج فزوجوها، امرأة جاهزة للزواج فزوجوها. لماذا ألستم مؤمنين بالحرية؟ هذه بنت تريد أن تتزوج، بأي حق يمنعها الرئيس؟ والله قد أذن لها، ورسول الله قد أذن لها، ووليها أذن لها، بأي حق أيها الرئيس تمنع بناتنا من الزواج؟ تريد لهن الفواحش؟ ماذا تريد لهن؟ تريد لهن الفواحش كما أراد الكفار، فأنت طائع للكفار في كل شيء.